بسم الله، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل صنف حلو معانا، هنعمل كنافه بالمانجا. احنا هنا جبنا حله حطينا فيها معلقتين سمنه كبار، ودي الكنافه بتاعتي، كنت حطاها في الفريزر طلعتها فرمتها بايدي. ممكن انتي تفرميها في الكبه، وضفتها على السمنه وقلبتها لحد ما ادتني اللون ده كده، ادتنا لون ذهبي تقيل شويه، لون الكنافه كانك دخلتيها الفرن وسويتيها. هنبدا نعمل طبقه الكريمه الاول بتاعتنا. دي كوبايه لبن، حطينا معاها كوبايه ميه، وهنضيف لهم معلقتين لبن بودر كبار، ودولت معلقتين نشا، هنقلبهم في معلقتين مية، وبعدين نضيفهم للخليط بتاعنا، نقلبهم لحد ما يدوبوا، وبعدين ايه هنضيفهم على الخليط بتاعنا. وطبعا هتظبطي السكر بتاعك، عايزاه مسكرة، عايزاه اقل في السكر، برضو السكر بيبقى حسب رغبتك. بقلبها على النار لحد ما تدينا قوام ايه تقيل. دي معلقة سمنة بلدي هنضيفها عليها برضو مع التقليب مستمر وهي على النار لحد ما معلقة السمنة تدوب فيها. هنفضل نقلب لحد ما تدينا القوام المظبوط. واللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي بقى فضلا وليس امرا، ما تنسوناش في اللايك. دي رشة فانيليا حطيتها في الاخر خالص، هنعمل تاني طبقة معانا. دي مانجا عصرناها خليناها خفيفة شوية، هنضيف لها معلقتين نشا، دول كوبايتين مانجا حطيت عليهم معلقتين نشا، هنقلبهم كده على البارد. معهم برضو كيس فانيليا، انت ممكن تستبدلي الخطوة ديت بكيس جيلي مانجا، بس انا عندي الولاد مش بيحبوا الجيلي فعملت لهم كريمة مانجا. دي الكنافة بتاعتنا، فضيتها بعد ما بردت، نقلتها في طبق تاني بعد ما بردت، حطيت لها نص كوباية عسل، هقلبهم فيها عشان خاطر تبقى طرية ما تبقاش ناشفة، وهضيف عليهم كوباية مانجا تكون معصورة تقيلة شوية وبرضو محليينها. هبدأ بقى اخد الكنافة بتاعتي اوزعها في التقديم اللي هنقدم فيها زي ما احنا شايفين. هنساوي الكنافة كده عشان تظهر لنا في التقديم النهائي طبقات زي ما هنشوفها ان شاء الله. كده وزعنا الكنافة على الاطباق بتاعتنا. لازم تساويها كويس كده. كده هنبدأ نحط الطبقة الكريمة الأول، هنوزعها
حط فوق الكنافة طبقة من الكريمة، وممكن برضو خطوة الكريمة دي تستبدليها بالكريم شانتي المتوفر معاكي، بس انا عندي الولاد بيفضلوا الكريمة ديت عن الكريم شانتي شوية كده. بتساوي الاطباق بتاعتك، هنبدأ بقى بعد ما بردت معانا الطبقة الاولانية هنحط الطبقة التانية اللي هي كريمة المانجا، طبعا انا نسيت اقول لكم ان في الكريمه البيضه وكريمه المانجا انت بتظبطي السكر حسب رغبتك، السكر دي بتبقى حسب الرغبه، ما تنسيش تظبطي السكر بتاعك. حطينا الطبقه التانيه كده كده بعد ما الطبقه بتاعتنا حطيناها وبردت شويه، دي قطع مانجا انا خليتها وقطعتها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين، هوزع المانجا بتاعتي المكعبات الصغيرة على الاطباق بتاعتي، المانجا دلوقتي ما شاء الله متوفرة السنة دي كتيرة ورخيصة. ادي الاطباق بتاعتنا بعد ما خلصناها، الكنافة بالمانجا، يا رب الطريقة تعجبكو وهنقدمها باردة بقى. طبعا شايفين الطبقات بتاعتنا، الكنافة وطبقة الكريمة وكريمة المانجا، شكلها جميل في التقديم. لو عندك ضيف، لو عندك ضيف تقدري تقدميها في اي وقت في اي مناسبة، في رمضان تبع حلويات رمضان وبألف هنا. طبعا ما تنسونيش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا شير ولايك ومع السلامة.